نروح مع حضراتكم للكلام على النني. والنني الحقيقة ups and downs، يعني شوية نلاقيه متألق ومنور كده وفي فورمة عالية جدا، وشوية تانية نلاقيه متراجع، مستوى مش مستقر. اتعرض لأكتر من موقف صعب في مشواره، خصوصا طبعا ان هو يتنقل من الدوري الانجليزي احد اقوى دوريات بالعالم مش بس اوروبا، ويروح الدوري التركي يمكن تكون خطوة لورا، لكن منها ممكن ينطلق النني مرة تانية. التقارير الصحفية بتقول انه نادي ترابزون سبورت تركي اعلن استعداده انه يتحمل راتب محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي عشان يضمه خلال الصيف بعد ما انتهت اعارته طبعا مع منافس نادي ترابزون نادي بشكتاش. زي ما قالت صحيفة فاناتيك التركية، فان مسؤولي ترابزون التركي رحبوا ان هم يتحملوا كل التكاليف الخاصه بمرتب محمد النني. بيصل مرتبه تقريبا في السنه الواحده في حدود 1.5 مليون مليون يورو عشان ياخدوا او يحصلوا على خدمات الدولي المصري على سبيل الاعار. واضافت كمان انه نادي بشكتاش بيحاول في الوقت نفسه انه يجدد كمان الاعاره لمحمد النني واللي لعب في صفوف بشكتاش خلال الموسم الاخير على سبيل الاعاره، مع احتفاظه باحقيه شرائه النهائي مقابل مبلغ متحدد بحوالي 18 مليون يورو. في بعض التقارير الصحفية كشفت الحقيقة في وقت يمكن قبل كده أنه نادي ترابزون سبور التركي تقدم بعرض رسمي بالفعل الأرسنال عشان يضم محمد النني على سبيل الإعارة، وده هيكون بداية إن شاء الله من الموسم المقبل. خليني أقول لحضراتكم أنه النني السيزن ده لعب في تركيا مع بيشكتاش حوالي 36 ماتش، سجل من خلالها هدف وحيد، وكان ليه 4 تمريرات حاسمة أو 4 أسيست قدر أن هو يسجلهم في متهيألي عمل موسم كويس مع بشكتاش يا احمد. بس كانت التشكيله المثاليه الجوله الاخيره من دوري. لما بتقارني السيزون الاول مع ارسن فينجر في ارسنال لمحمد النني، وتقارني محمد النني النهارده لا يعني لا، في فرق كبير جدا في المستوى. يعني انت كنت مقتنع بادائه مع ارسنال في اول سيزون؟ اعتقد انه كان في بدايه مبشره جدا، لكن حصل تراجع. يعني هو قادر طبعا واكثر قدره ان هو يحدد اسبابه، لكن النني عنده اكثر من كده بكتير، ويستحق ان هو يلعب في دوريات اقوى من الدوري التركي كمان. نروح لتقارير صحفيه انجليزيه قالت ان انديه الدوري الانجليزي الممتاز بترفض استمرار العمل بلائحه الطوارئ اللي اقرت في الموسم الجاري بالسماح باجراء 5 تبديلات في المباراه الواحده بدل 3 تبديلات. صحيفه تيليجراف قالت ان في 11 فريق من اصل 20 صوتوا ان هم ما ينفذوش قانون الخمس تبديلات ده في الموسم اللي جاي، وطبعا كده من المفروض انه هيعود نظام التبديلات الطبيعي بدءا من الموسم الجديد ده، وهيبقى كل نادي ليه بس 3 تغييرات علشان يبقى ليه 3 تبديلات خلال اللقاء، رغم ان الفيفا سمحت للاتحادات كلها بموضوع تطبيق الخمس تبديلات. الغريب ان الانديه، هو مش غريب بس هو الانديه اللي صوتت ضد القانون ده هي الانديه اللي لسه طالعه دوري الدرجه الاولى، ليدز، فولم، ويست بروميتش، الانديه السته الاولى كانوا يعني مع القرار ده. الأندية القليلة اللي لسه طالعة بتقول إنه يعني ده هيبقى بيدي privilege أو ميزة أكتر للفرق الكبيرة المقدمة. لأن دكة الاحتياطي بتاعها أحسن بكتير. يعني هي ليها بروز وكونز، يعني لما نفكر بالمنطق ده طبعا ممكن تدي، بما انه دكة البدلاء عند معظم الأندية الكبيرة زي المان سيتي وزي مانشستر يونايتد، تشيلسي مثلا وزي مع القرار جدا يعني نفسه جدا ان يبقى فيه 5 تبديلات. لكن على الناحية الثانية برضه انا بتهيألي دي حاجة ليها علاقة بالفتنس والاستامينا بتاعت الفرق. يعني بتهيألي الفرق المؤخرة دايما بتعاني دايما في اخر ربع ساعة بدنيا قدام الفرق الكبيرة، فبالتالي بيتهيألي انها ممكن تبقى عايزه نفس، عايزه دم يعني فريش في الملعب يقدر يديهم باور ان هم يكملوا 90 دقيقه بنفس المستوى. على كل اكيد في حسابات بين السطور بتحسم القرارات اللي من النوع ده. نروح لانتر ميلان، ويمكن سوق الانتقالات السنه دي يمكن عشان فيروس كورونا، يمكن عشان المشاكل الماليه اللي بتعاني منها الانديه، لكن الحقيقه ما نقدرش نقول عليه موسم قوي. في كلام كتير عن بعض النجوم في اوروبا في الوقت الحالي، منهم مثلا التشيلي اليكسيس سانشيز اللي برضو زي النني ماشي على سطر وبيسيب سطر. يعني احنا ما حسيناش بيه قوي في البارسا، لكن راح بعد كده ارسنال عمل سيزن ولا اروع يكاد يكون الاروع في تاريخه كله. اتنقل بعدها المان يونايتد، توقعنا انه المسيره يعني تكمل، لقينا انه يعني رجع تاني لنفس الاداء المخيب للامال وما كانش على المستوى. عشان كده تمت اعارته
لنادي انتر ناسيونالي الايطالي فريق الانتر بشكل مؤقت يعني، لكن النهارده تم الاعلان انه هينتقل بشكل مجاني لمده 3 مواسم تنتهي في 2023 وهيلعب مع فريق الانتر اللي بعتقد انه الى حد كبير مع الانتر قدر يستعيد جزء من مستواه. واعتقد انه التجربه بتاعته في اولد ترافورد الحقيقه كانت صعبه جدا، لقى نفسه بشكل كبير جدا مع الانتر، ويعني اعتقد الانتر الحقيقه عمل تشكيله اكتر من رائعه. صحيح بقت معظم الفرق في اوروبا يا ساره بتستهدف نجوم الانتر دلوقتي، عمل سيزن كويس لا باس بيه، مكمل في اليويفا كاب او اليويفا ليج، وواخد مركز ثاني في الكالشو، فاعتقد سيزن كويس بالنسبه للانتر. موافقه معايا؟ موافقه معايا. طيب خلينا نروح لروما، ايه اس روما بقى؟ نروح لنادي روما الايطالي. النهارده اعلن بيعه للملياردير الامريكي فراتكن مقابل 591 مليون يورو، وعن طريق موقعه الالكتروني اصدر بيان رسمي اوضح خلاله تفاصيل الصفقه دي، وقال ان العقود الرسميه تم توقيعها مساء امس الاربعاء. من جانبه قال كمان جيمس رئيس النادي الايطالي ان هم وقعوا العقود وخلال الايام المقبله هيكون في الاجراءات، هتكمل الاجراءات الرسميه والقانونيه الخاصه بانتقال ملكيه النادي. اضاف كمان انه خلال الشهر اللي فات ده دان فراتكن كشف عن التزامه الكامل باتمام الصفقه، وانه على ثقه تامه بخبراته اللي هتقود النادي ده لمستقبل افضل. كان في طبعا مجموعه من المستثمرين الامريكيين بقياده بلوت اشترت النادي في 2012. 600 مليون يورو كتير. 600 مليون يورو ده مبلغ خرافي، مبلغ احنا بنتكلم في اكتر من ايه 100 مليار. انا في طبعا كسرين 100 مليار. على كل احوال واحد من اكتر الانديه طبعا، واحد طبعا في جمهور كتير في مصر كان بيشجع روما لانه واحد من اهم اسباب انطلاقه صلاح المو في اوروبا كان نادي اس روما، وقدم معايا الحقيقه اداء عالي المستوى.